وانا بدرس كلمه الرب فوجئت ان مرات الله يوعد مواعيد كبيره قوي، والمواعيد الكبيره قوي تيجي تطبقها على الواقع تلاقي الواقع غير الكلمه اللي الرب قالها. فمثلا لما الله وعد يوسف ان اخواته يسجدوا له، الله وعده وقرا له احلام نبويه وفسر الاحلام النبويه دي. الحلم اللي حلم يوسف قبل 17 سنه من عمره، وفي سن 17 سنه ذهب يفتقد سلامه اخواته باعوه. الله، هو ربنا قال لي ان اخواتي يسجدوا لي ولا اخواتي يبيعوني؟ هو ربنا قال لي ان اخواتي يكرموني ويحترموني ويقدروني ولا يبهدلوني ويكرهوني ويبغضوني؟ العيان شيء، يعني شيء، فالعيان شيء، والكلام اللي قاله الرب على حياة يوسف شيء آخر. رغم أن سامحني في التعبير، الظروف اللي مر بيها يوسف كانت صعبة جدا، مش بتكلم بس مجرد الظروف الصعبة اللي اجتاز فيها، لا حتى الوضع الروحي. يعني أيام يوسف ما كانش عنده كتاب مقدس، أيام يوسف ما كانش عنده تي في ولا برامج يقدر يسمعها، أيام يوسف ما كانش عنده مؤمنين يشجعوه، أيام يوسف ما كانش يقدر حد يروح يتصل بحد يقولهم أنا متعب نفسيا وتعبان لأنهم أذوا بالقيد رجليه والحديد دخل إلى نفسه. كان في مجتمع وثني، ومجتمع وثني وبيئة وثنية، وإخواته لا أهل ولا أب ولا أخ ولا أي حد مؤمن. إزاي يقدر يتمسك بالإيمان ولما تقدم له مغريات الخطية والشر يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وما كانش عنده ناموس يقول له لا تزني، كان لسه الناموس ما جاش. ازاي قادر يحافظ على قداسته ويحافظ على ايمانه؟ تمسك بما الله وعد به. فالايمان حفظ يوسف في ارض غربته، الايمان حفظ الرؤيه والكلام اللي الرب قاله على حياه يوسف، الايمان حفظ يوسف في قداسته انه يسلك بقداسه، الايمان خلاه يتخطى الصعاب ويحتملها. ولما تخطى كل الصعاب واحتمل كل الأوجاع والألام، لما تقابل مع أخواته وعرفهم ما تعملش معاهم بحقد وبكراهية أو بأذية، أكرمهم ورفعهم. بين الوعد اللي أخده يوسف اللي ما قبل 17 سنة وبين تحقيق الوعد اللي تحقق إن أخواته يسجدوا له، ما بين ما أخوات يوسف اتباع اترمى في البير واتباع وإن إخواته سجدوا له قرابة 22 سنة. تخيل الله يحقق وعده بعد 22 سنة، لأن الذي وعد هو صادق.